جيش من المحتالين نهب وحطم مستشفى سرطانات الأطفال في البصرة، هكذا عنونت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريرها الاستقصائي عن هذا المستشفى. وكشفت الصحيفة الأمريكية أن هذا المستشفى الذي أريد له أن يكون الأفضل في العالم بعد إنفاق الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 100 مليون دولار، حيث افتتح هذا المستشفى بواقع 101 سرير وبكلفة إجمالية قدرت ب 166 مليون دولار، لكنه بعد 18 عاما أصبح فريسة للفساد الحكومي وصراع الميليشيات كما يقول مسؤولون طبيون سابقون وحاليون في العراق. وعلى الرغم من تأكيد مدير مستشفى سرطانات الأطفال في البصرة أسامة عمر أن المستشفى مجهز بالأجهزة الطبية الحديثة التي تقدم الفحوصات اللازمة لمستشفى سرطان الأطفال، لكن تقرير واشنطن بوست أكد أن هذه الأجهزة إما مفقودة أو قديمة ومتهالكة أو خارج الخدمة، بالإضافة إلى أن الوصفات الطبية محشوة بالعلاجات غير المطلوبة وغير معقولة الأسعار. بالنسبة لموضوع البوست اللي ينشر في جريدة الواشنطن بوست، ابتداء من العنوان اللي هو في تهجم كبير على المستشفى وعلى وزارة الصحة بشكل عام. أولا بناء هذه المستشفى هو يعني كان قبل سنوات بإشراف قوات التحالف ومشتركة به هي عدة دول، يعني وزارة الصحة والمستشفى هي كانت هي غير مسؤولة عن تعاقدات مثل ما هم ذكروا بالبداية. هاي أول شغلة احنا كجهة مستفيدة. بالنسبة للأدوية الموجودة في المستشفى، هي الأدوية هي تستلم من وزارة الصحة عن طريق قسم الصيدلة الموجود في المحافظة، وتصرف ضمن ضابط وتخضع للرقابة والتدقيق. تجهيز الأدوية تقريبا هو أكثر من 80% قاعد يجهز هاي السنة بالنسبة للأدوية السرطانية، وبحدود 20% تم شراء من الأسواق المحلية حسب الضوابط الوزارية. التخصيصات المالية موجودة يعني لعدة أبواب صرف في المستشفى، سواء من شراء الأدوية المختبرات إلى الصيانة. ممكن يكون بها نقص بعض الأحيان في أبواب معينة، طبعا بسبب الوضع المادي للبلد مثل ما متأثر هو وضع جائحة كورونا، فأكيد التخصيص هو شوي تأثر بس ما أثر على الخدمات الأساسية الموجودة بالمستشفى. وتقول الصحيفة الأمريكية أن موازنة العراق لعام 2021 تضمنت تخصيص 1.3 مليار دولار لإنشاء مستشفيات جديدة، لكن هذه الأموال ستكون عرضة للإهدار والفساد الحكومي في ضوء سيطرة مقتدى الصدر وميليشياته على وزارة الصحة. ويكشف مسؤولون من وزارة الصحة ومن دائرة المالية والجمارك للصحيفة الأمريكية أن مسؤولي الأحزاب والميليشيات يستحوذون على جزء كبير من أرباح تهريب الأدوية التي تباع في الأسواق بأسعار مضاعفة. يعني نواجه مشكلة في نقص الأدوية، فنضطر أن نشتريها من خارج المستشفى. يعني على سبيل المثال أبرة ذاك اليوم طلبوا من عندنا لحل الجرعة حتى يعطونها للمريض، فنضطر أن نجيبها من خارج المستشفى وهاي سعرها مكلف. كذلك بعض الأدوية ما متواجدة في الصيدلية الداخلية. المآل الذي انتهى إليه مستشفى سرطانات الأطفال في البصرة يعكس بصورة دقيقة واقع الدولة العراقية بعد العام 2003 التي حطمها ونهشها الفساد الحكومي وجعلها شبح دولة وليس دولة حقيقية.